على هامش احتفال أنصار الرئيس المخلوع بذكرى تأسيس حزبهم، تبدو الأزمة اليمنية مرشحة لانعطافة أخرى. يرى البعض أن انعكاساتها لم تتوقف عند حدود التهديدات الضمنية المتبادلة بين شريكي الانقلاب. بدأت الحكاية من إعلان المؤتمر حشد أنصاره بمناسبة الذكرى 35 لتأسيسه، وهو ما عده الحوثيون خروجا على حالة الإجماع القائمة بينهما واستعراضا غير مناسب للقوة. تطور الأمر لإعلان جماعة الحوثي حشدا آخر بنفس التوقيت على مداخل العاصمة صنعاء، بعدما قالت الجماعة إنه فشل للوصول إلى حل وسط بينها وبين شريكها. وترافق الأمر مع تقارير تشير لانتشار أمني لوحدات تابعة للميليشيا في مناطق مهمة من العاصمة، مع عملية واسعة لتمزيق لافتات فعالية المؤتمر. يقول الحوثيون إن المشكلة ليست في حشد المؤتمر المزمع إقامته، بل فيما يرونه أجندة خفية يسعى صالح وحزبه لتمريرها في سياق جهود إقليمية تبذل لإنجاز صفقة سياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، يكون الرابح فيها صالح وحزبه على حساب شريكه الإنقلابي. البعض جاء يطرح معنا في الموقف رأس أصبعه، بقية رجلينا عادها هناك في الخلف، وبعض شلخ برجليه، رجل في الوطن ورجل هناك خارج الوطن، رجل محسوبة على أنها في البلد ورجل خارج البلد، وحاسب حسابه ها وين ما مشت الأمور بيمشي. تهديدات من كل جانب وإن كانت ما تزال ضمنية. ففي خطاب لزعيم الميليشيا في اجتماع يبدو أنه أعد على عجل لما يسمى لجنة حكماء اليمن، تذكر عبد الملك الحوثي أن حليفهم لم يقدم في جبهات القتال ما يجعله مستحقا لإظهار قوته في سوق الصفقات السياسية. فيما كان الرئيس المخلوع يرد أن ليس بوسع أحد تهديده في صنعاء مقر إقامته ومركز قوته. بعيد أبعد من عين الشمس الذي يشي يعمل فوضى في العاصمة ويقول أفعلها وأفحط ما بشفحط. وفي حين تبدو الأزمة بين حليفي الانقلاب قد وصلت إلى مرحلة متقدمة، ما يزال مراقبون يرون أنها لن تصل إلى مرحلة الخلاف الجذري الذي قد يهدد تحالفهما ويشكل منعطفا قد يأخذ الأزمة اليمنية نحو نهاية قريبة.